What is the direction of the magnetic force؟ عندنا تيار ماشي في سلك وعندنا magnetic field بره الصفحة، صوابع اليد اليمنى مع التيار أروح في اتجاه الماجنتيك فيلد يشاور الإبهام لأعلى الواي، وبالتالي الفورس في اتجاه البلس جي أو الأعلى. ممكن نثبتها بالكروس برودكت، نقول الآي في اتجاه الماينس إكس يعني ماينس آي كروس برودكت البي اللي هو في اتجاه البلس كي، آي في كي بماينس جي، ماينس في ماينس بلس جي اللي انت عايزه. What is the direction of the magnetic force؟ صوابعي مع السرعة أروح للماجنتيك فيلد جوه الصفحة، ده إن لأن كروس، صابع اليد اليمنى بيشاور لأعلى الواي، بس دي شحنة سالبة وبالتالي هيكون في اتجاه الماينس واي. نثبتها بالكروس برودكت، الشحنة سالبة فتحط سالب، السرعة في اتجاه البوزيتيف اكس او بوزيتيف اي، الماجنتيك فيلد ماينس كي، اي في كي بماينس جي، فعندنا ماينس وماينس وماينس يبقى ماينس حاصل ضربه. What is the direction of the magnetic force؟ عندنا ماجنت، ادي اتجاه خطوط الماجنتيك فيلد للماجنت بار او للبار ماجنت من النورث للساوث، لو هنا كان يبقى كده، لو فوق يبقى تحت، احنا عايزين النقطة اللي زي دي فهيبقى لفوق، معنى كده اتجاه البي كده عند النقطة، الشحنة دي سالبة، يبقى نحط صابع ايدينا اليمنى مع السرعة اروح للماجنتيك فيلد اتجاه الماجنتيك فيلد يشاور لبره، بس دي شحنة سالبة، طالما شحنة سالبة يعني سالب اي الكترون، يبقى الفورس هتكون جوه الصفحة، اتجاه الفورس جوه الصفحة. نثبت الكلام ده ازاي؟ بالكروس برودكت، الشحنة سالبة فحطيت سالب، السرعة في اتجاه البوزيتيف اي، الماجنتيك فيلد بلس جي، اي في جي بكي، عندنا كي وفينا ماينس يبقى ماينس